محمد مجدي قفشه نجم النادي الاهلي اعلن عن الغاء حفل زفافه واللي كان من المفترض انه يقام النهارده بقريته ومسقط راسه واللي بتتبع مركز كرداسه في محافظه الجيزه بسبب الاجراءات الاحترازيه لمواجهه تفشي فيروس كورونا. وقفشه قال عبر حسابه الشخصي على انستجرام: الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، قررت الغاء حفل زفافي اليوم في البلد، وده بناء على تعليمات السلطات الامنيه نظرا لظروف كورونا وحرصا على حياه كل اهلي واخواتي واللي كانوا هيشرفوني. وأضاف قفشة: لابد من احترام القانون والالتزام بما يخص أمن بلدنا وحصة بلدنا وحصة أهلنا في المقام الأول. شكرا لكم وفرحتكم وصلت لي في كل شيء. وأكمل نجم النادي الأهلي: حابب أشكر كل أهلي وأصحابي اللي أرسلوا لي التهنئة، وكنت أتمنى أن نحتفل مع بعض. طبعا ألف مليون مبروك لقفشة. وفكرة المظاهر والأفراح هي طبعا يعني مجرد بعض الأمور اللي بتتم في وقت يعني قليل، ولكن طبعا الصحة بتكون أغلى من كل شيء. وطبعا هو كان بقى معلق لفطة، يعني يافطة كده في الشوارع بتتكلم فيها على الفرح وبيدعو الناس أهله وجيرانه وأصحابه الحقيقة لحضور الحفل، ولكن طبعا هو آثر السلامة وقال خلاص إحنا مش هنعمل كده احتراما لصحة الناس وحياة الناس. وده أعتقد يعني لفتة كريمة جدا من قفشة، مراعاة لظروف البلد وظروف الجائحة اللي بتضرب العالم كله الحقيقة. دي طبعا بعض الأفيشات أو اللافتات اللي كانت موجودة في البلد، وطبعا كاتب فيها أن فرحة قفشة، وطبعا دعوة عامة لكل عائلات البلد. فإن شاء الله رب طبعا ربنا يسعده ويتمم هاله على خير بإذن الله.